السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متتبعينا من 58 ولاية، مرحبا بكم في قناتكم المحبوبة قناة أثاث الثقة. اليوم كما تعرفوا أثاث الثقة دائما نجيب لكم غرف النوم الشابين. اليوم جبنا لكم غرفة نوم بزاف شابة خاوتنا اللي غابت نوعا ما، دوكا نخليكم تكتشفوها. قبل ما نبداو هذا الفيديو ابونيو معنا وفعلوا زر الجرس باش يلحقكم كل الجديد وكل كبيرة وصغيرة خاوتنا. عودة غرفة نوم أمايا ولكن بحلة جديدة سميناها أمايا 2. هاد لاشومبلي راهي مخدومة كامل أون بوات. نبداو على بركة الله نشرحوها لكم ونبداو بأول قطعة اللي هي لاكوافيس خاوتنا. لاكوافيس كيما راكم تشوفوا مخدومة في ستيل آل بزاف شابة خاوتنا. هاد لاكوافيس حاجة بيان فيني، والحاجة اللي تعجب هي أنها راهي سيباري خاوتنا كيما راكم تشوفوا. راه فيها هاد لو موتيف اللي جل درناه ستيل لابيير سير لو كوتي تاع لي تيروال اللي خرج متناسق مع لاشومبل خاوتنا. بزاف شابة فيها تروار تيروار وتيروار صغير، يعني كات تيروار حاجة ما شاء الله. توجور اوفرتير افي غليسيير، التيروار راهو واسع من الداخل، راية تركية كما راكم تشوفوا، حاجة ما شاء الله خاوتنا. بالنسبة لهاد لاكوافيز الحاجة اللي تميزها هي انها راهي سيباري كما راكم تشوفوا خاوتنا، حاجة بزاف شابة، حاجة مودرن بيان فيني خاوتنا. ننتقلوا دوكا لثاني حاجه في الشومبر هذه واللي هي لولي خاوتنا. لولي كما راكم تشوفوا راهو توجور في الامتر 90 سور امتر 60، حاجه ما شاء الله. لو غروندوسي تاعها راهو كامل بالكابيتوني، في الميليو راهو كاين هذاك لو موتيف اللي درنا لكم ستيل لابيير باش يخرج متناسق مع لاكوافيز. توجور في الامتيطاج يعني حاجه ما شاء الله. الكابيتوني تاعو راهو بدي بوطون في الكريستال بزاف شباب لولي تاعها خاوتنا. نزيدو نروحو نشوفو لاطاب دو نوي. لاطاب دو نوي كيما راكم تشوفو خدمة تاعها بزاف شابة، توجور راية تركية. لاكاردروب خاوتنا، لاكاردروب كيما راكم تشوفو كات بورت كوليزونت، حاجة ما شاء الله الشكل الخارجي تاعها بزاف شباب كيما راكم تشوفو، حاجة ما شاء الله. بالنسبة للميليو درنا لكم هاد لي بواني اللي راكم تشوفو فيهم، ودلنا لكم هاد لو موتيف تاع لابيير اللي خرج متناسق مع لاشومبر. يعني هاد لو موتيف راح نشوفوه في لاكاردروب ونشوفوه في لولي ونشوفوه في لاطاب دو نوي ونشوفوه في لاكوافيز. ودلنا لكم هاد لو بواني كيما قلت لكم يعني باش تفتحوا به لي بورت تاع الميليو خاوتنا اللي راهم كامل بمرايا في الفيمي، حاجه ما شاء الله خاوتنا. نزيدو نروحو نشوفو التقسيم الداخلي تاعها كيما راكم تشوفو، فيها كاتيطاجير يعني خمسه دفات وسيباراسيون ايطاجير بزاف شابه. لا فينيسيون راهي من الداخل ومن برا حاجه ما شاء الله خاوتنا. بالنسبة للجهة اليمنى كذا مثله درنا لكم كاتي طاجير يعني خمسة دفات، الحاجة اللي راح ترفد لكم بزاف، و سيباراسيون ودرنا لكم ايطاجير و اسباس بور لا ترينغ، يعني خدمة متقونة خوتنا، خدمة بزاف شابة. هي لاشومبر تاعنا تاع اليوم امايا 2، نتمنى تكون نالت اعجابكم خوتنا. لاشومبر هذه السعر تاعها راهو ب 22 مليون و 800 مع النقل والتركيب ل 58 ولاية خوتنا. إذا عجبتكم هذه لاشومبر ديروا لنا كومنتير شباب وبارطاجيو لنا مع الأحباب.